أدب. والسؤال هو: من هو شاعر العامية الراحل قائل: يأسك وصبرك بين إيديك وإنت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. يأسك وصبرك بين إيديك وإنت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. تسنيم، ازيك يا تسنيم؟ الحمد لله، اخبار حضرتك؟ انا كويس الحمد لله، مش قلقان خالص. انا تسنيم كمبيوتر ساينس، بتفكري في مستقبلك ازاي؟ يعني بحاول اساعد الناس اكتر، يعني الناس اللي هي عندها مشاكل شويه في جسدها او كده، محتاجه اساعدهم اكتر، بعمل لهم ابلكيشنز، ديفايسز، اي حاجه تساعدهم اكتر يعني في حياتهم، تسهل عليهم حياتهم. فكره عظيمه، فكره عظيمه فعلا. تسنيم، اخترتي عصام يوسف كقدوة ومثل أعلى ليه؟ بشوف إن حضرتك بعثت فكرة المعلومات العامة، وإن الناس تبقى مثقفة وتقرأ، يعني حضرتك غيرت مصر حرفيا، فأنا بشوف نفسي أعمل ده في أي حاجة تاني الناس نسيها. بص الحقيقة، أنتوا اللي ساعدتوني، أنا ما نجحتش لوحدي، أنا نجحت بيكوا. لو أنا أحسن مذيع في العالم وانتوا مش شاطرين ما كنتش نجحت، ولكن ادائكم، علمكم، ثقافتكم، ابتسامتكم، ناس كتير على الفيسبوك بيكتبولي رجعت الامل تاني في وشوش ولادنا، فانا الحقيقه نجحت بيكم وانا فخور بيكم، علشان كده انا مكمل معاكم مشوار باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا تسنيم. عايز اجابه؟ عبد الرحمن الابنودي. انت عارفة واحنا بنراجع السؤال ده قلت لهم هيجاوبوا وهيقولوا الخال، يبقى غلط. الأبنودي إجابة خاطئة. مين بقى اللي هيجاوب؟ عبد الرحمن. أنا تقريبا قريته قبل كده بس مش متأكد. ده عايز يقنعني. إجابتك أحمد فؤاد نجم. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: نجيب سرور، فؤاد حداد، صلاح جاهين، سيد حجاب. نور. صلاح جاهين. نور زائد 10 أو ناقص 5. إجابة صحيحة، صلاح جاهين فعلا فعلا هو اللي قال يأسك وصبرك بين إيديك. نور 10 نقط، وبكده نتيجة 30. الإقبال القومية إسنا 10، وخلي بالكوا الإقبال عندهم خبرة وعايزين يخطفوا الماتش ويجروا. الإقبال عندكم سؤال في